معالي الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جمهورية مصر العربية، الإخوة الوزراء الحضور الكريم، السفراء المتخصصين، الباحثين، أساتذة الجامعات، كل من شارك في الإعداد لهذا المؤتمر أو ينوي أن يقدم أوراقاً مفيداً فيه. الحضور الكريم، إنه من دواعي السرور أن نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الهام لنتحدث عن مستقبل المدن الزكية والمستدامة هنا في هذه المدينة الجديدة التي كانت منذ أقل من 6 سنوات أرضاً جرداء على تخوم القاهرة، وها هي اليوم بفضل التخطيط الطموح وسواعد المصريين وجهدهم تخرج للواقع في وقت قياسي. إن هذه المدينة وغيرها من المدن الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية وهي كثيرة ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها، ولهذا المكان رمزية قوية لما يحمله من أمل يعلقه الكثير من أبناء هذا الوطن على مشروع سيوفر سكناً كريماً لأجيال اليوم والغد، ويكون مركزاً مفعماً بالنشاط والابتكار بإذن الله. حقيقة الأمر يجب أن أعترف أن هناك صحوة غير مسبوقة في المجتمع العربي. من ناحيتي بصفتي أميناً عاماً للجامعة العربية أقوم بالكثير من الزيارات في الدول العربية، من عمان في الشرق إلى المغرب في الغرب إلى الجنوب، وأرصد مجتمعات ودول لا يصدق الإنسان أن هناك هذا القدر من الصحوة. منطقة الخليج، مدن الخليج، ولكن يجب أن أعترف أيضاً أن هناك في هذا البلد مصر، واعذروني باعتباري مصري أتحدث عن بلادي وإن كنت ما زلت أميناً عاماً للجامعة العربية، يجب أن أعترف أن هناك شيء غير مسبوق على الأرض المصرية. من جنوب مصر في أسوان يذهب الإنسان للزيارة ويرى شيء حقيقة شيء مبهر، ثم يسافر إلى العالمين، ثم يأتي إلى المنصورة، ثم يذهب إلى القاهرة، ثم يرى هذه صحوة حقيقية لمجتمع مصري قوي تاريخياً وثقافياً، وبالتالي فهو شيء مبهر ليس فقط لمصر وقوتها، ولكن لنا نحن جميعاً، نحن العرب. اسمحوا لي باسمكم جميعاً أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية وإلى الوزير الجزار على الجهود التي المقدرة التي بذلت في هذا المؤتمر الذي يقام تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. إن هذا المؤتمر الذي أسسه مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يوفر فضاءً علمياً وأكاديمياً مهماً وإطاراً جاداً لمعالجة الإشكاليات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في الوطن العربي، كما يتيح منصة لجميع الهيئات المتخصصة والمعاهد
والخبراء وتبادل خبراتهم وطرح أفكارهم لتطوير التجمعات العمرانية بما يتناسب ومتطلبات الوضع الراهن وتغيراته المتسارعة وما قد ينجم عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية. وفعلاً من يقرأ هذا البرنامج لهذا المؤتمر يجد فيه محاور وندوات ونقاشات ومحاضرات واجتماعات، يعني حقيقة نشكر كل من ساهم في هذا الجهد العظيم. تابع العالم باهتمام شديد أعمال الدورة 27 لقمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ منذ أسابيع قليلة، وسعت الرئاسة المصرية للقمة أن تكون هذه الدورة محطة فارقة في تاريخ الجهد الدولي لمجابهة تغير المناخ، إذ حرصت على طرح موضوعات مهمة مثل التمويل ونقل التكنولوجيا والمياه والخسائر والأضرار والتعويضات أيضاً، وحاولت حشد توافق دولي للخروج بالتزامات تنفيذية بشأنها. ولم يكن ملف المدن غائباً عن اهتماماتها، حيث نظمت عدداً من الفعاليات المتعلقة بقطاع الأسكان والتعمير، أهمها الاجتماع الدولي الموسع لوزراء الأسكان والتعمير المنعقد في يوم الحلول بتاريخ 17 نوفمبر 2022. وقد كان من بين نتائج هذه القمة إطلاق عدد من المبادرات والخطط في هذا الشأن، أذكر منها مبادرة المدن المستدامة للأجيال القادمة وأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف تحقيق 30 مخرجاً للتكيف مع آثار التغير المناخي وفق 5 محاور رئيسية، منها المستوطنات البشرية والبنية التحتية. وكما تعلمون تستخدم المدن اليوم مثلما رأينا وشاهدنا في هذا الفيلم نصف سكان المعمورة، وهو رقم مرشح للارتقاء في ظل استمرار ظاهرتي النزوح والنمو السكاني. استشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 فإن 70% من البشر سيسكنون في تجمعات حضرية، وبالرغم من صغر مساحة المدن والتي لا تتجاوز 2% من هذا الكوكب، إلا أنها تستهلك 3/4 الطاقة المنتجة عالمياً، وتطرح في الجو 70% من إجمالي الغازات الدفيئة، مما يجعلها عاملاً بارزاً من عوامل التغير المناخي، ولكنها في الوقت ذاته أكثر المتضررين من الكوارث والأوبئة الناجمة عنها. وفي الوطن العربي ترتفع نسبة التمدن بسبب طبيعته الجغرافية واتساع رقعة التصحر فيه، والتي تدفع بمزيد من الأفراد إلى الانتقال إلى المدن بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل. والحقيقة أن بعض المدن العربية تواجه أوضاعاً ضاغطة أكثر من غيرها بسبب تراكم مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأيضاً واجب أن نعترف ديموغرافية. وأشير هنا إلى رقم أراه معبراً بما يكفي عما ينتظرنا من تحديات، إذ تضاعف عدد سكان الدول العربية خلال الربع قرن الأخير وسيتضاعف مرة أخرى خلال الربع القرن القادم وفقاً للتقديرات المتوقعة. وهنا علينا أن نطرح سؤالاً ملحاً لا يتحمل التأجيل، أين سيسكن هؤلاء 400 مليون مواطن عربي من أبنائنا الذين سيولدون بحلول عام 2050؟
وهل يمكن الاستمرار في بناء مدن وفق الذوق الطرق التقليدية في التخطيط والتنفيذ؟ وكيف يمكن التعامل مع تبعات تغير المناخ من كوارث طبيعية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة منسوب المياه الذي يهدد بإغراق مناطق عمرانية واسعة؟ والجواب الأكيد أن القواعد القديمة في التعامل مع مشكلات هذا القطاع لا تتلائم مع التحديات والمخاطر المستجدة. وبالنظر إلى الطبيعة الملحة لهذه المشكلات، وفي ضوء الظروف الضاغطة التي أشرت إلى بعضها، فإننا جميعاً مطالبون بسرعة التحرك بكل حكمة ومسؤولية لتحويل التهديدات إلى فرص، وبيدنا أن نضع هندسة جديدة تحول المدن من سبب رئيسي للانبعاثات إلى مجال ينتج حلولاً ومخارج تنقذ الأرواح من الأقطار المتصاعدة. وهنا نرصد مدينة مثل هذه وغيرها من المدن العربية الجديدة. إن التخطيط العمراني المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات ويضع قواعد مرنة تتأقلم معها وفق مناهج جديدة تقلل من الانبعاثات الضارة وتوفر الطاقة النظيفة وتحسن إدارة الموارد الطبيعية المتاحة، كما تعمل على تدوير النفايات ومكافحة التلوث من خلال التشجير واستخدام التكنولوجيا الذكية في التنقل والرصد والإنذار المبكر. الإنذار المبكر، ونحن في الجامعة العربية نرصد هذا المجال، ولدينا فعلاً قدرة ومنظمة عاملة في هذا الحقل. الإخوة الحضور الكريم، الإخوة والأخوات طبعاً الحضور الكريم، أو الأخوات والإخوة، لأن السيدات يسبقن الرجال مثل ما نعلم. السادة المسؤولون في جميع قطاعات التعمير، حقيقة أنتم الفاعلون الرئيسيون في مسيرة التكيف مع معضلة التغير المناخي، وأننا ندرك جميعاً حجم المسؤوليات الواقعة على عاتقكم، فهي مزدوجة، إذ من وجهة تتعاملون مع تركة الماضي بقدر ما أتيح لكم من وسائل لتطوير المدن القادمة. ومنذ دقائق كنت أتحدث مع الدكتور الجزار وزير الإسكان المصري عن مناطق مختلفة في مدينة القاهرة وما يبذل فيها من جهة للتطوير ولإعادة الصياغة مع الحفاظ على البعد الاجتماعي واحترامه وتأكيد أسبقيته على أي شيء. فتطوير المدن القائمة مع الحفاظ على أصالتها وتراثها، ومن جهة أخرى تخططون لمدن المستقبل وتنفذونها، وأنني على اقتناع كامل بأنكم أهل لهذه الثقة وقادرون على تجاوز تلك التحديات لبناء غدا أفضل للأمة العربية والشعوب العربية، في ظل ما نراه من إنجازات حققها قطاع السكن في الدول العربية، أصبح بفضلها قطاعاً حيوياً ومحركاً أساسياً للتنمية. كل التمنيات لهذا المؤتمر الهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً.